الو، ايه توفيق؟ اهلين ابو شانتي، نزلوا النسوان؟ اي نسوان يا زلمه؟ نايم فيقتني من 4 ايام توفيق لك. اي نسوان يا زلمه؟ طلع من هالابواب النسوان، وبعدين شب مثل الخسه مثلك هيك، يعني ما ليل وما لا اي شيء يسوي. تسلى ابو شانتي تسلى. مالي الحبيب غير جو؟ شو بدي فيك روح غير جو يا اخي؟ شو بدك فيني؟ عم بتسبب انا؟ ابو شانتي خليهم يجوا يتعشوا معنا، اكيد لسه ما تعشوا. لك يا عيب، شو عليك؟ قال جيبهم لهون. علي الحلال انت ما بتستحي، روح عني احسن ما سكر بخلقتك. ها طيب لحظه، كم راس هني؟ معلم بورصه. ايوه كانه مو نازلين النسوان يا ابو شانتي. النسوان مثل البورصه، ما حدا بيعرف امتى بيطلعوا وامتى بينزلوا، بس الشاطر لما بيخضر بيبيع، وما بيحمر بيثبت. والله هالليله شكلها بالالوان لك يا بورصه. اخي اتصل فيهم استعجلهم، ما حلوه كمان مشان برستيجا. لك غلط يا ابو جنتي غلط. عمرك بحياتك تستعجل مرة، اتركها خليها تاخذ راحتها. الصياد الماهر يا ابو جنتي بيتأنى وبيعرف امتى بيقوس. شو طالعين على صيد الحجل نحن؟ اصلا لو طالعين على الصيد بدنا يكون معنا جفت. وين الجفت؟ ما في جفت. عم تحكي شيء يا ابو جنتي؟ لا ما عم بحكي شيء، بس عم اقول يعني انت حبيبنا، بس اذا شايف الشغله مطوله يعني اتركني روح نام. والله انا عم بتسبب طول النهار تعبان، مع انه مالي قلب يعني اني اتركها. يا ابو جنتي وين رحت نام؟ هلا اما تشوف الحريم حتنسى كل التعب، وانا كمان بدي اروح اجيب لك طعم. مو حلوه كمان تروح معي هيك طقم؟ انا برايي تجيب لي بيجامه وشحاطه. بيجامه وشحاطه؟ لك بشرفك حدا بيروح على حفله مثل هي بيجامه وشحاطه؟ ليش هي حفله تنكريه؟ عم بتعطلني، هلا بيجوا ما بيلاقوني. يلا باي. بسيطة يا أبو جانتي بسيطة، معك نسوان وما عم تحكي معي، ما هيك؟